السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في وصفات ام وليد. اليوم راح نشوفوا يعني طبق سهل ويوجد في ثواني وديريه في الكوشه وتخليه يطيب. هذا يساعد بزاف المراه العامله، حتى المراه اللي ماكله في البيت وعلى لا باش تكون عيانه ولا عندها شغل ولا اذا راح نستحقوا الهبره تاع اللحم البقري مقطع هكا، نقطعوه هكا ظريفات صغار كما راكي تشوفي. درت لهم الملح وفلفل الكحل، بطاطا مقطعة دوائر كذلك، ملح وفلفل الكحل، وطماطيش دوائر، نسحقوا الزبدة والملح وفلفل الكحل باش نرشوا على الوجه. إذا نعاود لك، لحم بقري مقطع شرائح صغيرة كما تاع الشاورما، درت لهم الملح وفلفل، البطاطا رونديلات ملح وفلفل، وطماطيش رونديلات، والزبدة بطبيعة الحال نسحق البابي ألمنيوم باش نغطي البلا تاعي. راح نبدا على بركة الله طريقة التحضير. ها هو البلا تاعي اللي راح ندير فيه الوصفة تاعي. إذا راح نحط اللحم، راح نحط اللحم تاعي في الطبق من تحت بهذه الطريقة. يعني والله غير الوصفة غير تجي هايلة وبنينة، واللحم راح يطيب يعني والله يولي زبدة بهذه الطريقة. اذا نزيد فوقهم البطاطا بهذه الطريقة، ستفوهم مليح باش نجي طبقة واحدة تغطينا اللحم. يعني ملي غادي توجديها في 5 دقائق وديريها في الكوشة تاعك الطيب. الان ندوزو المرحلة الاخيرة. اذا نقدر ندير طرف تاع الزبدة فوق البطاطا كيما راكي تشوفي، يعني هاد الزبدة راح تعطيها بنة هكا، طرف صغار تاع الزبدة فقط ماشي بزاف. لانه البلا تاعي ما درتش فيه الزيت كما شتي، هكا ندير الطماطم تاعي. ماذا بك تخلي الطماطم تكون حمراء، يعني راه الوقت تاعها درك. نستفو من الفوق على الوجه تاع البطاطا، نغطوها بهذه الطريقة. هكذا كما راك تشوفي، الطماطيش هي اللي راح تعمل لنا الصوص من تحت هكذا. اذا راح ندير الطماطيش شويه ملح، شويه فقط، شويه فلفل، نزيد فوقها كميه قليله من الزبده هكذا. والان ندوز نغلفو البابيان دينيو اذا ندخل الفور الكوشه تاعي ما بين ساعه الى ساعه ونص، يعني انت ونوعيه اللحم تاعك. يعني كي تجوز ساعه فتحي شوفي اللحم تاعك الى طاب، الى شتيه طاب نحي البلا تاعك، نتلاقاو بعد حين كي يطيب البلا تاعي باذن الله. اذا ها هو البلا تاعنا طاب. انا داري ساعه ونص في الفور، وكل وحده الفور تاعها. يعني شوفي كي تمر ساعه شوفي اللحم تاعك الى طاب، الا شتيه مازال ما طابش خليه يزيد. ها هو مازال سخون، ها هي هذا من ناحيته من الفوق. اذا راح نسربي لكم شويه باش تشوفوا
كيفاش جانا الطبق تاعنا. بسم الله. اذا نحو الطماطم هكا على الجهة، مرفة البطاطا. اذا راح نحي البطاطا. بسم الله. هاي البطاطا طيبة. بسم الله على بركة الله. بهذه الطريقة حطوا شوية طماطم، كاين يحبوا ياكلوا طماطيش نتاعنا، حطوا على الجهة تاع الطبسي. بهذه الطريقة الآن نصيبوا اللحم من تحت. ها هو اللحم، شوفوا كيف طاب. يعني والله غير طاب ما شاء الله عليه. وها هي الصوص اللي هبطت يرافق الطماطم. فوق عفوا فوق البطاطا اللي طابت هكا باش تشرب لنا مليح. شوفي اختي، ها هو الطبق تاعنا واجد. وشوفي اللحم، ها هو طايب، ها شفتي، ها هو طايب. اذا راح نوريكم عن قرب. اذا ها هو كما تشوفي، ها هو اللحم تاعنا طاب فيها، طاب. هاي البطاطا، ها هو الطلا تاعنا. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير تتابعوني وتنتظروا الجديد تاعي.